وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 701 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 93%، كما ارتفعت مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 3.1%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.8%. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة عصمت ياسمين خبيرة أسواق المال. تحياتي لك أستاذة عصمت، وفي البداية كيف تقيمين أداء البورصة خلال التعاملات اليوم، وما هي أهم الأحداث التي أثرت على التعاملات؟ اوكي، مساء الخير عليكم جميعا. تعتبر النهارده جلسه الاربعاء هي اولى جلسات الاسبوع نشهد فيها هذا الصعود بعد ما شفنا مستويات حرجه الضغط من جهه المؤسسات، وخاصه كانت المؤسسات المحليه خلال الاسبوع الماضي. زي ما حضراتكم عارفين كان في عوامل مؤثره علينا داخليا وخارجيا. نبتدي النهارده نشوف بعد الشراء الانتقائي، هنقول كان شراء على استحياء في بعض الاسهم بعينها، بدأت تتحرك حركت لنا المؤشرات، لكن احنا لسه ما وصلناش لمناطق مقاومة. احنا لسه في منطقة بنقدر نقول ان احنا بنكون قاع، هنبتدي نخلص تكوين القاع دوت امتى؟ لما نشوف ارتدادة اعلى هذه المنطقة. زي ما حضرتك تفضلتي، صحيح المؤشر الرئيسي صعد النهاردة بقرابة 100 نقطة، لكن ده ما كانش بكل الاسهم، كان ببعض الاسهم القيادية فقط. احنا لسه الغالب على حركة السوق هي الضغط البيعي، وخاصة من صناديق الاستثمار والمؤسسات. ممكن انا اقول ان دي حركة صحية للسوق وإيجابية، خاصة على مؤشر المضاربات مؤشر EGX 70 اللي شهد رالي صعود من أول تدشينه في فبراير 2020. دي تعتبر أول مرة أنه هو يكسر ميجور سبورت ويبتدي يعمل قاع، يحاول يكون قاع في المنطقة دي. حال ارتداده لأعلى هيبتدي يديني رالي صعود جديد ويب جديدة أن احنا نبتدي نشتغل فيها. لكن خلينا برضو نقول أن احنا في انتظار انحسار السيولة اللي في بعض الأسهم، ده هيعود لأن بدأت المؤسسات وصناديق الاستثمار تجهز نفسها علشان تبتدي تدخل في الطرح اللي هو أولى الطروحات الحكومية الجديدة خالص، مش جزء هو طرح إيه فاينانس اللي هيبتدي إن شاء الله معانا خلال الشهر القادم. إن ما كناش مخطئين هو خلال الربع القادم هيكون على شاشات التداول، فإن شاء الله يكون السوق فعلى استعداد لاستقبال هذا الطرح ويكون في زخم وتكون في تلبية لمطالبات السوق. أستاذ عصمت، برأيك ما هي أبرز القطاعات المتراجعة خلال التعاملات وأسباب التراجع من وجهة نظرك؟ الحقيقه ان ابرز القطاعات هو عندي قطاع الفنتك او التكنولوجي، هو القطاع ده الوحيد بالرغم ان هو المنتظر الوافد الجديد ليه هيكون في نفس القطاع، الا ان هذا القطاع بيشهد انحسار ببعض السيوله وواقف في منطقه عرضيه بقالنا فتره كبيره الحقيقه مش قادر يعديها. لكن من النقطه الثانيه احنا عندنا ابرز القطاعات اللي كانت تشهد نشاط قوي جدا هو قطاع العقارات، ومن ثم بعديه قطاع البنوك، وبعد كده كمان عندنا الغاز والمواد الاساسيه، لان عارفين ان الغاز سعر الغاز ارتفع عالميا فبالتاكيد بيأثر علينا بالايجاب. فاحنا عندنا هذه الاسهم بدات تتحرك النهارده بشكل ايجابي، ويمكن ده يكون السبب في الارتفاع، وهنقول مش طفيف يعني هو ارتفاع، لكن احنا بنرتفع بجزء من الهبوط الحقيقي اللي احنا شفناه خلال الاسبوع الماضي. احنا لسه ما وصلناش للمناطق بتاعتنا لاول شهر سبتمبر، لكن هو النهارده نقول ان الجلسه كانت ايجابيه في بعض القطاعات. أشكرك شكرا جزيلا خبيرة أسواق المال أستاذة عصمت ياسين، كنت معنا عبر الهواء.